عندنا في مقاومة عمالها تتغير، وهاي مقاومة R، وR رح تتغير R دلتا R، مش هيك؟ رح يصير عندي تغير دلتا R على R، رح يصير التغير رح يصير في هاي المادة. بدنا نعمل له detection. هلا الصعوبة إنه التغير هذا دلتا R، دلتا R على R ممكن يكون مثلا 100 مايكرو ستريت، احنا بنسميها 100 مايكرو ستريت، يعني 100 تايمز 10 تو ذا ماينس 6 تغير نسبة التغير في هاي المقاومة. فإذا كانت المقاومة الأصلية مثلا 100 اوم، راح تصير 100 في 1 زائد هذا الرقم اللي موجود هون اللي هو 1 تايمز 10 تو ذا ماينس 4. قديش قيمة المقاومة الجديدة راح تصير؟ اللي هي راح تصير 100 مضبوط هيك؟ ولا في كمان صفر؟ احنا بنضرب بالتار ونجمع عم بجمع على دلتا ار. لحالها يعني ار مضروبه. مضبوط. هي ضربتها في 100، ضربتها في 100. يعني هذا الرقم اللي هون هو نسبه، بس انا ضربته في 100، فار راح تتغير بنسبه 1 زائد دلتا ار 100 في المليون. قديش تطلع هاي؟ نفس الشيء. اذا هاي تغيرت القيمه بهذا الشكل. هلا شوفوا شو راح نعمل. راح نحاول اول شيء نحط مقاومتين ان سيريز، وراح احط هون انا فولتج مثلا 5 فولت، أو خلينا نسهلها عشان نسهلها حالا، نحط 10 فولت هون وراح نشوف هذا الفولتج بيفور اند افتر. قديش بيفور راح يكون هذا الفولتج؟ 0.5 فولت، مش هيك؟ لأنها نص، لأن هاي المقاومة 100 وهاي المقاومة 100، بس هاي هي سترين جيج اللي هون. أو خلينا نحط سترين جيج تحت عشان يزيد. دكتور هذه 10 فولت 5 فولت، عفوا هذه 10 فولت فمعناته 5 فولت، 5 آسف 5 فولت من هون، راح يطلع معي 5 فولت، وهذه عندي 10 و10. أوكي تمام. هلا احسب لي الان ال V الجديدة اللي راح تصير عندي، V strain راح تساوي هذه راح تصير 10.01 على 100 زائد 100.01 5.3049 3.025 اوكي. هل انت بتقدر تجيب فولت ميتر يميز بين هذا الفولتج وهذا الفولتج؟ ما انت اصلا الخطا في القراءه اللي راح تطلع معك على الشاشه راح يكون اكبر من هيك، مزبوط؟ مستحيل. شو الحل؟ ويتستون بريدج. اذا الويتستون بريدج هو احسن حل للحاله هاي، لانه الان شو بنعمل؟ عم نحط احنا هون هي عم نقيس هي الفولت ميتر تبعنا، وعم نحط هون عم نحط هون هيك. هلا هون بحط 10 فولت اللي حطيتها هناك بين هون وهون، صارت ال 10 فولت حطيناها هون. راح يصير عندي الان 5.0025، وهون قديش راح يضل اذا حطيتهم هدول كمان 100 100، وفرضت انه فيش عندي اثر للحراره على هدول، عندي هذه 100 وهاي المقاومه المتغيره اللي هي 100.01 اوم. راح يصير عندي هلا في اوت اللي هي بين النقطتين هدول، هاي 5 فولت مضبوط. قديش راح تصير في اوت؟ راح تصير 5.0025 ماينس 5. قديش صار عندي الاوت فولتج الان؟ 0.0025. شو بقدر اعمل الان؟ امبليفيكيشن. بقدر اعمل له امبليفيكيشن. فلو ضربته هذا الان في 100 او في 1000 راح يصير عندي 0.25. الجين راح يصير عندي او 2.5، 1 2 3، لو ضربته في 1000 راح يصير 2.5. دكتور هي 3 اصفار ابتداء كانت. ايش كانت عفوا؟ يعني 5.3 اصفار. هون 3 اصفار، طيب 0.25 مش هيك؟ وانت بتقول اذا هون كمان 3 اصفار، 1 2 3، بتصير هاي اذا ضربت في 1000 راح تصير عندي 0.25 فولت. شوفوا حتى بعد ما اضرب في 1000 0.25، بس الان هذا بقدر اتعامل معه وبقدر. اذا ما في حل ثاني غير الويتستون بريدج، بس شو المشكله عندي؟ بدي هذا يضل على 5 مضبوط؟ فلذلك احنا الويتستون بريدج اول ما نبدا بنعايره بنضل نعاير فيه، نعمل بالانس نل بالانس. يعني قبل ما يجي سترين على هذا شو بعمل؟ قبل ما احط هذا سترين بقول انا حاطط مقاومه مثلا صغيره متغيره هون فرضا، ومقاومه صغيره متغيره هون، وبضل عاير فيها عاير فيها لحد ما يصير الاوتبوت فولتج لما هذا فيش عليه سترين قديش؟ زيرو 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 زيرو، دقيقه جدا. يعني بكون حاطط جالفانوميتر حساس جدا. بعدين ايش بعمل؟ بعدين بحط سترين على هذا وبقيس القراءة الاوتبوت فولتج. هاي هي الطريقه الوحيده راح تزبط، لانه هاي الطريقه مستحيل انك تقدر تقيس فيها البرنش من هون. يلا يعطيكم العافيه.